بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ميكينج كلوزبل الكلاود ده انت يعني يا عم صدعتني، مش كل شوية تقول لي كابتن يا كابتن يا كابتن افصل بقى. ده اللي احنا هنحاول نعمله إن شاء الله بإذن الله. طيب علشان نخلي البانل ديت كلوزبل تقبل انها تتقفل، يعني خليني اخليها لارج. تمام، محتاجين ايه في الأول كده؟ محتاجين خاصية، متفقين؟ اوكي، هي الخاصية تتحط طبعا جنب الكلاس بتاع الكلاود. تمام، الخاصية ديت يا جماعة اسمها داتا كلوزابل. اوكي تمام، احنا هنسيبها كده في الأول، متفقين؟ جميل جدا. بعدين بعد ما خلص الكونتنت بتاعنا ديت هنروح ندرج يا جماعة ايه، هنبتدي ندرج بوتون. اوكي، ماله البوتون ده؟ البوتون ده هنبتدي نروجه شوية. زي ايه؟ هندي له كلاس. الكلاس ده من نوع احنا عايزين نقفل، اسمه كلوز بوتون يا جماعة. مفيش مشاكل. في حاجة تاني؟ في حاجة اسمها اريا ليبل، وده هندي لها القيمة اللي اسمها ديسمس. اسمس alert. تمام، ماشي. ايه معانا تاني؟ وهو طبعا المفروض التايب بتاعه من نوع button. تمام، نوع من نوع button. ماشي، بلقى بس اني اكتب النص اللي هيس. طبعا الناس ما بت... في الغالب ما بتكتبش حاجة، انت بتشوف الفكرة انه يعمل لك علامة اكس صغيرة، فانت بتبتدي تدرج الرمز او السيمبول بتاعها. فاكرين في الكاركتر في اتش تي ام ال؟ يا ايام زمان ديت الرمز اللي هو كان خاص بادراج علامه الاكس ديت يا جماعه. فكده خلينا نروح نشوف احنا عملنا ايه في الريفريش. ادي الكونتنت بتاعي وادي الكلاوت اللي فوق ده اهو. البوتن لو انا ضغطت عليه المفروض ان هو يمشي يعني، بس هو كده ما مشيش كلوز بوتن، المفروض يبقى افكتيف وشغال. طيب نراجع الكود مرة تاني. area label close button data closable. طيب button dismiss alert. ماشي اوكي، تقريبا كده. لو انا رجعت الكود بتاعهم، هما مدرجينه بطريقة جميلة، dismiss alert و type button و كاتب data close. هو ما كتبتش ديت، هو كان كاتب data close في نهاية السطر بتاعه. حتى في السطر ده بيبتدي يكتب برضو ال data close اللي احنا كنا كتبناها من فوق. ماشي، مفيش مشاكل. في نهاية ال button يا جماعة بتبتدي تكتب ال keyword ده data close، وتبتدي تعمل control s كده. المفروض ال functionality بتاعته تكون اشتغلت. لو انا دخلت باكس ايز، حتى لو الناس اخذت بالها ظهر بتاثير جميل فيد اوت لغايه لما ابتدي يختفي كده. طيب هو في الغالب يا جماعه الاتريبيوتس اللي انا مش بكتب لها قيم زي داتا كلوز ديت، يعني هي بتميل انها تاخد قيم الافتراضيه، مش هي بتساوي حاجه، يعني هي كده المفروض انها بتساوي حاجه. انا بصراحه مش عارف في ايه، لان ده كود جافا سكريبت مش مركز فيه. ممكن يكون بيساوي حاجات تانية فريم ورك، ما اعرفش بقى، مختلف على حسب ما هو بيمشيها ازاي. لكن مثلا في الغالب لو حبينا نعملها بحركة شيك شوية، تمام، خلونا كده نعمل تأثير جميل، نعمل يساوي ونشوف جمال جافا سكريبت يا جماعة ومكتباتها. طبعا هحط تأثير كان عبارة عن سلايد اوت على الناحية اليمين، سلايد اوت رايت. لو انا عملت كنترول اس وداتا كلوزبل مربوطة بداتا كلوز، المفروض يحصل تأثير جميل خالص بمجرد ما ان حضرتك تضغط على اكس، لكن البطن يمشي كده يمين لغايه لما يختفي. هذا طبعا تاثير الجافا سكريبت، بمعنى ادق جي كويري وموشن يو ار موشن يو اي لغايه مكتبات جافا سكريبت. جافا سكريبت جميله جدا، بيهيفير يعني بتدل على المستخدم. يا جماعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.